تحت شعار مواكبة المقاولين سر النجاح، نظمت الشبكة المغربية لمواكبة المقاولات النسخة الثانية من حفل تكريم خريجي موسم 2017-2018. مجموعة من الشباب المغاربة استطاعوا خلق أعمالهم الخاصة وتحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى مقاولات حقيقية وناجحة بفضل دعم هذه الشبكة. واحد المقاولة طلقتها أنا في الرباط هذه تقريبا 3 سنين، كنديروا لا ليفريزون ديال الخضر والفواكه بين الناس بارتيكولي والشركات والمطاعم الى اخره. واليوم كاين واحد التكريم ديال ريزون انتربروندر ديال المقاولات الصغرى اللي عاونونا باش ننميو هذا المشروع ديالنا. كاين بزاف ديال المقاولات، تقريبا 30 مقاولة ديال 2017 و2018. النشاط ديالنا هو البرمجة ديال نظم الحاسوب سواء على الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية أو الشبكة العنكبوتية بصفة عامة. تأسيس مقاولة يعني وخصوصا كتجربة ديال يعني شاب مقاول ليس بالمسألة الهينة ولا السهلة، فهو طريق طويل وماشي طريق مفروش بالورود، إنما الحمد لله احنا محظوظين كون أننا استفدنا من دعم جمعية اللي هي جمعية ريزو انتربروندر. أنا كنت باع سيكسيون ديال دو طنجي، يعني مكتب طنجة. فأهم حاجة من غير التمويل، فأهم حاجة هو المصاحبة، المواكبة، الاستماع. هذا الحفل شهد مشاركة ثلة من الخبراء والفاعلين في عالم المقاولة الذين سلطوا الضوء على الدور المنوط بالدعم الاجتماعي في تطوير المقاولة بالمغرب. احنا اليوم بصدد الحفل التكريمي ديال خريجين خلق المقاولات في الشبكة المقاولاتية ديالنا. هي كي يقولوا لا بروموسيون ديال 2017-2018 وتنكرموا فيها هاد المقاولين اللي مروا بنجاح في المرحلة ديال خلق المقاولة ديالهم أمام لجنة الدعم. الهدف من جمل الأهداف اللي تنخلقوا في هاد الحدث هو أنه تنمكنهم باش أنه يتلاقوا مع مقاولين باش يديروا علاقات، يربطوا علاقات ديال علاقات اقتصادية. حوالي 40 خريجا وخريجة تم تكريمهم في هذا الحفل، تكريم يعد بمثابة تتويج لرحلة شاقة خاضها هؤلاء الخريجين من أجل تحقيق أهدافهم وخلق فرص الشغل.